يلا تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. اليوم ان شاء الله راح اتكلم عن موضوع فيروس الانفلونزا، طرق العلاج والوقايه والاعراض، وراح اتكلم ان شاء الله عن التطعيم باذن الله اليوم، التطعيم الخاص بفيروس الانفلونزا بطرق غسل اليدين ان شاء الله. طبعا الانفلونزا تسمى بالانفلونزا الموسميه لانها تنتشر فجأة تقريبا في بدايات اكتوبر، في بدايات شهر 10 او 11 ميلادي، في بدايات البرد. الانفلونزا احنا لازم نفرق بين اعراض الانفلونزا واعراض الرشح. بعض الناس ما يفرق سبحان الله بين الانفلونزا وبين الرشح. الرشح هو عبارة عن ايش؟ سيلان في او دموع في العيون، سيلان بالانف مع شوية حرارة طفيفة، هذا الرشح، الرشح العادي اللي يصدر من التعرض. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بخير. كيف الحال؟ مرحبا استاذ عبد الخالق الزهراني. مساكم خير. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ مساكم خير. شوف خير. كيف الحال؟ طيبين؟ مرحبا. خير. كيف الحال؟ شاعر ومعلم. خير. كيف الحال؟ الله يحييك. طيبين؟ كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ اخبارك؟ طيبين؟ كيف الحال؟ شلونك؟ شو الاخبار؟ طيبين؟ تكون معلومات متواصله. استريح 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 استريح. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ استريح. كيف الحال؟ طيبين؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ طيبين؟ سلام الله. الله يحفظك. ما شاء الله. فكنت أتكلم عن موضوع الفرق بين فيروس الانفلونزا وبين الرشح. فالرشح هو عبارة عن حرارة طفيفة، ممكن يكون فيه احتقان بسيط في الحلق مع سيلان في الأنف ودموع تنتج عن طريق الغبار والبخور والأمور هذه. أما بالنسبة لفيروس الانفلونزا لا، يكون فيه حرارة شديدة، يكون فيه آلام في العظام والمفاصل، ويكون فيه صداع، ويكون في احتقان. طبعا الانفلونزا يكون معها رشح، احيانا ما يكون فيه رشح، لذلك الناس تلخبط بين الرشح والانفلونزا. الرشح ممكن الواحد يعالج منه من خلال يوم او يومين ويروح من نفسه، قد يكون حساسية من بخار، من امطار، من برد. اما الانفلونزا لازم العلاج. علاج الانفلونزا البعض والكثير يخطئ وياخذ المضادات الحيوية. هذه النقطة صراحة أنا أحب أني أؤكد عليها بالمشاهدين، المضاد الحيوي لا يعمل في الانفلونزا، لأن الانفلونزا هي عدوى فيروسية والفيروس لا يستجيب للمضاد الحيوي. العدوى الفيروسية علاجها هو الراحة والإكثار من شرب الماء والسوائل وخافض حرارة. ولا مانع أن الواحد يأخذ إجازة إذا كانت الانفلونزا شديدة عليه، لا مانع أن يأخذ إجازة يوم، بالكثير يومين. يعني بعض الناس يقاوم ويحاول أنه يروح يداوم ولا كان في شيء عادي وانفلونزا، لا، الانفلونزا شوي خطيره واحنا لازم نعطيها حقها، ولا مانع ان الواحد يريح في البيت وياخذ يوم او يومين اجازه. طبعا كان معنا استشاري درسنا في الكليه المصري الله يسهل عليه، اسمه الدكتور مصطفى. الاستشاري هذا كان يقول لنا الانفلونزا لو علقتها بتروح باسبوع، لو ما علقتهاش بتروح بسبع ايام. يعني الشاهد من الكلام انها رايحه ومناعه الجسم، اي يعني هي مناعه الجسم قادره انها تقاوم فيروس انفلونزا بدون ادويه، بدون مضادات حيويه. في دكتور، يعني انا قبل شهر وشويه في تطعيم داخل المملكه كلها، في تطعيم، راح اتكلم عن التطعيم. صحيح صحيح، في تطعيم كلها الان الدوله ما قصرت الله يطول عمرك. صحيح، يضربوا تطعيم. صحيح، حتى قبل الحج يشبك اختلاط في العمرة في الأهل يأخذوا التطعيمات. هو التطعيم من باب الوقاية، من جانب وقائي وليس من باب علاج. يعني هي مناعة الجسم قادرة أن تتخلص من الفيروس بدون أي أدوية، لكن إحنا نكثر من شرب الماء والراحة وخافض الحرارة علشان نساعد في طرد الفيروس بأسرع وقت ممكن، بدل ما تكون خمس أيام نتخلص منه بيوم وبيومين إن شاء الله. هذه باختصار عن فيروس الانفلونزا. طبعا فيروس الانفلونزا تكثر في موسم البرد، وهي طبعا فيروس عالمي، مو من مشتهر او منتشر في دوله معينه، على مستوى العالم الفيروس هذا. الحين في انفلونزا، في انفلونزا طيور، في انفلونزا غنم، في هو فيروس الانفلونزا تشكيلته الجينيه تختلف تتشكل، فينتج عندنا انفلونزا الطيور على سبيل المثال، انفلونزا الخنزير الى اخره. فيروس الانفلونزا التطعيم. بالنسبة للتطعيم أنا جبت لكم عينة من التطعيم تباع في الصيدليات موجودة، يقدر الواحد يأخذها مثلا ويروح لأقرب مركز صحي ويطعم. ميزة التطعيم أنها بإذن الله وقائية من فيروس الانفلونزا. هل هي تعتبر مصل نفس الـ العلاج؟ هل هي تعتبر مصل مصر؟ إيه، مصل نفس العلاج، مضاد مصر؟
تركيبة الإبرة. اي تركيب التطعيم بشكل عام ياخذوا عينه او جزء بسيط من الفيروس ويحقنوه في جسم الانسان بحيث انه الاجسام المضاده والمناعه تكتسب المناعه بدون ما يصاب الانسان بالتهابات او بالفيروس نفسه. هذه فكره التطعيم. طبعا ينصح بالتطعيم مع بدايات البرد في شهر 10 وفي شهر 11 تقريبا ميلادي. وزي ما تفضل العم امين الان مراكز صحيه موفره جميع موفرة التطعيم في جميع البلدان هنا في السعوديه. الاجسام تتحمل هالمضادات تتحملها الاجسام كيف اجسامنا يعني تتحمل بالله المضادات هذه ندخلها في الدم علينا؟ لا هذا مو مضاد يا ابو فزاع، هذا تطعيم. طب هالتطعيم هذه ما فيها اي اعراض جانبيه؟ في اعراض جانبيه بسيطه جدا ولبعض الناس بس. ليه؟ لانها جزء من الفيروس، فالجزء هذا قد يتفاعل مع الجهاز المناعي ويكون عندك احتقان بسيط في الحلق وحراره طفيفه مدتها يوم بس. طبعا الفيروس تطعيم الانفلونزا ينصح فيه موسميا كل سنه. البعض يسال ليش؟ هل سمعنا احنا بتطعيم التهاب الكبد الوبائي على سبيل المثال؟ فيه سمعنا فيه بس في حياتنا ما اخذناه. ليه؟ لان تطعيم واحد يكفي مدى الحياه. طيب ايش مشكله فيروس الانفلونزا؟ ليش انها موسميه؟ قال لك الفيروس نفسه الانفلونزا يتغير تشكيلته، هو نفس التركيب لكن يتغير ويصير فيه طفره جينيه، لذلك كل سنه انت لازم تطعم مره ثانيه علشان الجهاز المناعي يتعرف على الشكل الجديد للفيروس. طيب البيت كيف كل سنه دكتور؟ يعني مثلا جاء واحد في البيت انفلونزا ما تنتشر جوه البيت؟ هي طرق الوقايه راح اتكلم عنها ان شاء الله. راح زمان احنا في قديم اذا جاء يبخروا البيت بالمستكه لانه مطهر ترى. انا راح اتكلم عن الوقايه ان شاء الله بس اذا جيت على جزئيه غسول الايدي، بس خليني اخلص من التطعيم. من التطعيم. لذلك ينصح بالتطعيم انه يكون سنويا. وفي شريحه من المجتمع ناكد عليهم انه لازم يطعموا من فيروس الانفلونزا، الشريحه هذه هم اللي عندهم امراض السكر. اشتبه. لا عندك انا ما بشرب. طيب الله يبارك فيك. ففي شريحة من المجتمع نأكد عليها أنهم بحاجة ماسة للتطعيم. الشريحة هذه هم اللي عندهم أمراض السكر، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض نقص المناعة، وأمراض القلب. اللي هي الأمراض المزمنة. أمراض السكري، أمراض الصدرية والقلب ونقص المناعة. الشريحة هذه من المجتمع ننصح ونأكد أنه لازم يأخذ التطعيم بشكل سنوي. طبعا البعض يسأل مين اللي ما يقدر ياخذ التطعيم؟ اللي عنده حساسية من البيض ما ياخذ تطعيم الانفلونزا. اللي يتحسس من البيض ما ادري هل في احد هنا يتحسس من البيض او لا. طيب هي تكفي للسنة الان، ان عندنا موسمين اللي هو اثارة الانفلونزا، عندك مد دخول الصيف ودخول فترة الشتاء. هي لدخول الشتاء. دخول الشتاء. الانفلونزا ينصح فيها من منظمة الصحة العالمية التطعيم. كيف؟ حساسية البيض وفي يقولوا حساسية قمح، كيف نعرف الشيء هذا؟ أكيد كل واحد فيكم عارف إيش الأكل اللي يتحسس منه. ما ندري لا أنت تأكل بيض الآن تأكل بيض وعادي. يا ربك الحمد كيش. طيب خلاص إذا ما في حساسية. وش يحصل للجسم؟ والله ما يحك يعني متى تحس؟ لا من كليت الدجاج المبرد أحيانا تلقى ظهرك يحكك، تلقى هذه فيها أحيانا. إيه بس هذه علامات إنه بيطلع ريش. لا صحيح والله يعتبر ولا لا يا دكتور؟ هذه هي الحكه والطفح الجلدي. طفح الجلدي الطفح الجلدي والحكه هذه من علامات. صحيح شايف اكد دكتور ابو سعد علامات حساسيه هذه. اي وش نقول لك؟ هي نفس العظم يقعد بعظم كل شيء قاعد يمترش. سؤالي يا طويل العمر اللي بياخذ التطعيم هذا يكون مثلا مصاب بالانفلونزا هل يمنع انه يضرب الابره هذه او التطعيم وهو مصاب بالانفلونزا؟ حتى لو هو مصاب في الانفلونزا طبعا بعد ما يطيب من الانفلونزا ياخذ التطعيم. لكن افرض انه هو ضرب اخذ التطعيم هذا وهو مصاب ما يدري وهو مصاب يعني هو الحمد لله ما يصاب، لان الفيروس متواجد في الجسم. إيه؟ فانت تعطي جزيئات من الفيروس تزيد يعني. لا الافضل انه بعد ما يطيب تعطي التطعيم. طيب. ما في اي اشكال. طيب دكتور كان تسمح لي. طيب دكتور اللي هي المضادات الحيويه، احنا كل ما جينا مستشفى وعندنا
سخونه والانفلونزا صرف لنا من اقوى المضادات الحيويه الان. لا تقول المضاد الحيوي ولابنائنا يضربون ابر خاصه الاطفال يطقونهم بذا الابر وذا. طبعا اذا كان التشخيص الانفلونزا حصريا ما نعطي مضاد حيوي، لان المضاد الحيوي لا يعمل للعدوى الفيروسيه، يعمل للعدوى البكتيريه بس. وهذا للاسف منتشر وموجود بكتيريا. اي انفلونزا اي حراره اعطي مضاد. طيب الدكاتره ما عارفين الشيء ذا؟ لا الشيء هذا غلط للاسف. هم عارفينه طيب دارسينه 100% 100% عارفين. وليش يعطونا ويعطون ابنائنا مثلا اللوز؟ ما اللوز من بكتيريا دكتور؟ لا اللوز حكايه ثانيه. اللوز صحيح انتفاخ اللوز والقيح اللي فيها هذا بكتيريا. هذا بكتيريا قبل ما يجي يسوي احتقان دائما يكون مو حسب الاحتقان. اذا كانت اللوز زي ما تفضل الفزاع منتفخه وفيها قيح وصديد هذه بكتيريا 100% لازم مضاد حيوي. اللوز خطير حتى تأثر على الكلى اذا صار في صديد وما صديد على الكلى. صحيح صدقت جميل. في المنزل بسيطه لا دكتور عشان نفصل على قولهم احنا عندنا اليوم الشاعر ابو دخيل ما صبح بيصبح بعدين بنروح لابو